موقف حصل معاه يعني تفتكريه كده تحكيه لنا مع النجم تامر حسني؟ لا تامر حاجات كتير قوي يعني. موقف حصل ده من كام يوم، من قريب جدا. رحت احضر معاه العرض الخاص بتاع تصبح على خير. تصبح على خير طبعا، فرحت بنبارك له عليه جدا، وببارك طبعا له طبعا، بنبارك له على الحفلات مؤخرا في مارينا وفي كذا مكان، طبعا حقق نجاح كبير جدا، وحفلاته طبعا حقق نجاح كبير جدا والفيلم جدا كمان والفيلم. ناس مبسوطه منه قوي، فحبيت احضر معاه كمان. مش معنى ان احنا خلاص الفيلم اللي قبله، لا احنا رايحين الفيلم الجديد، فرايحه بقى ابارك للناس واحضر معاه. فكان من اكتر الحاجات اللي هو دخلت متاخره شويه، فقاعدين بنتفرج، خلص الفيلم خارجين بقى رايحه يلا مبروك يا تامر الطبيعي. فاول حاجه شافها جري عليا اجري، كل الناس طلعت في حرب قامت، مش عارف حتى يتكلم معايا، الناس كلها جايه تجري عليه وهربني بالعافيه من يعني كان اصعب موقف تقريبا اتحطيت فيه مع تامر في مكان. انا تامر قشطه ممكن نتقابل في اي وقت نشرب حاجه سوا او بس حتى العرض الخاص بتاع اهواك ما حصلش فيه اللي حصل في تصبح على خير، يعني ان الناس مش عارفه تمشي والممثلين يا بجد يقدروا يخرجوهم بره السينما قبل ما يحصل لهم حاجه. يا عارف ماتش الكوره ده لما الناس كلها تنزل الاستاد كان طبعا كارثه. الفيلم حقق نجاح كبير جدا وتخطى كمان حاجز ال 20 مليون جنيه مصري الفتره اللي فاتت. فطبعا بنبارك لمنتج الفيلم وليد منصور، وبنبارك طبعا لفريق العمل كله والمخرج محمد والفنانه سامي الجميله كمان. مي عمر والنجمه دره وكل ابطال العمل، وان شاء الله نشوف تامر في حاجات كتير الفتره اللي جايه. عايزك بقى تكلميني، انا سمعت ان في علاقه قويه جدا بتجمعك بالمنتج صادق الصباح، وعايزك وكمان سمعت ان انت بتعتبريه الاب الروحي ليكي، فكلميني شويه عن الموضوع ده. حصل بينا اول شغل كان في ادم وجميله من كام سنه، ده اول تعامل خالص مع الشركه، و مبسوطة. لما عادة تتعامل مع حد فبيتعامل معاك باحترام وبشكل لطيف، ومش مهم انت يعني في اي مرحلة، انت لسه بادئ او انت نجم كبير، الناس كلها زي بعض، فدي بتبقى حاجة لطيفة. والألطف كمان ان لما يتحط اسمك دايما يدعموك، يقول اه لا دي ممثلة شاطرة، او اللي تعمل الدور دي واحدة من اتنين. فأكتر من مرة جالي أكتر من مسلسل عن طريق الشركة، فكنت مبسوطة جدا. مش أنا بس بصراحة، هم أنا وهبة مجدي وسهر الصايغ، يعني أكتر من عمل ورا بعض في الشركة، فكنت مبسوطة لأنهم مدياني الثقة دي. هم ساعتها أول شركة اتعاملت معاها وأنا مش واخدة دور كبير، كان كل الأدوار اللي أنا عملتها 5 حلقات 10 حلقات. يمكن دي أول شركة ما خافتش مني انها تديني 70 حلقة ولسه جديدة. كان استاذ احمد سمير فرج المخرج هو اللي رشحني للشركة، وحصل بينا تعامل، فالحمد لله كانت علاقتي معاهم لطيفة جدا، مواعيدي تمام مظبوطة، ما فيش مشاكل في اللوكيشن، فالحاجات دي برضو بتبقى بتفرق. فلما بيبقى في راحة نفسية بينك وبين مخرج بيحب شغلك دايما.